مهاجم لاتسيو لاتسيالي بينما كرة ممتازة في المرمى والهدف للفريق الإيطالي يا ثانية ممتازة من برناردسكي غلطت بياتوف لتعلن عن تقدم المنتخب الإيطالي عن طريق رسامهم عن طريق الرسام برونيليسكي يسجل هدف التقدم الرسام برناردسكي يسدد كرة غلطت الحارس بياتوف لتعلن عن تقدم الضليان كرة داخل منطقة الجزاء محاول بوردات تستاهل التعادل والتعادل كرة صعبة لدون روما مالينوفسكي لاعب نادي كيك البلجيكي يعادل الكفة يضرب المنتخب الإيطالي ابتسامة شبع بهدف العودة كرة ترجع الأوكرانيين عن طريق مالينوفسكي منتخبنا اعتقد منتخبنا قادر يسجل هنا كرة الامام السومة وجول اول لمنتخب سوريا عن طريق عمر السومة في كرة ضرب فيها دفاع منتخبنا استلام وبعد ذلك داخل الشباك من عمر السومة في الدقيقة 30 بتمريرة نعم كانت رائعة واستلام اروع وبعد ذلك النهاية داخل شباك منتخبنا من جانب لكن شايلون التمريرة وعمر السومة استلام وبعد ممكن هو اللي يشوت حسين الموسوي فيصل زايد حطه الله 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 حطها فيصل زايد جول جول في دقيقة 81 حطها جول بكرة ثابتة فعلا قلت لكم ضربة القائم الأيسر والفرصة حلوة جدا عند ماركوس أكونا يحاول أكونا يلعب الأرضية حلوة أكونا يا ولد يا ولد يا ديبالا يخطف الهدف الأول ديبالا والهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني اللي يسجله هو لوتارو مارتينيز هو اللي بيسجل الهدف الأول لمصلحة التانجو الأرجنتيني خطفها خطف في الدقيقة 18 والعراق يدفع ثمن تراجعه وماركوس ديبالا يلعب على الأرض مرة ثانية بريرا هنا الخطورة ويسدد والهدف الثاني للتانجو الأرجنتيني فاعل عراقي ازاي دخل منطقة الجزاء وازاي راح في ظل عدم رقابة من دفاع العراق بريرا يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 53 يا كاتانيتش عشان خير الواعية اللي مستمتعة الحاضرة وادي الكرة والرأسية والثالث للمنتخب الأرجنتيني الهدف الثالث عن طريق جيرمان بيتزيا اللي بيسجل الهدف الثاني في الدقيقة 82 في الدقيقة 82 الله يسامحك يا كاتانيتش كنا عايزين نشوف هدف للعراق ولكن التانجو الأرجنتيني حلو في الملعب وادي هنا تشيربي بيمر تشيربي يسدد والرابع للأرجنتين عن طريق تشيربي واحتفالية أرجنتينية في أرضية الملعب أربعة مباراة لم ينقصها من المتعة سوى هدف أرجنتيني سوى هدف عراقي ولكن هنا المشجعة الأرجنتينية قامت واللي جايين يشجعوا الأرجنتين قام الحارس المرمى وين بصورة رائعة ما زالت قائمة والتسديدة وفي الجول باكو الكاسر يكسر صمت المباراة بهدف أول للماتادور الإسباني المتسيد لهذه المباراة في أرض ويلز نقل المنتخب الإسباني العرضية والرأسية وفي الجول سيرجيو راموس إذا ما كانت الكرات والأهداف الرأسية ليس لها إلا سيرجيو راموس
قطع لإسبانيا والريال. إن كانت الأهداف في كرات الرأسية قائمة عن طريق اللاعب المحاولة لتسديدة في الجول. باكو الكسر بدأ بكسر الصمت للمباراة، لكن هذه المرة يكسر دفاع ويلز الكسر. كرة ملعوبة تلعب داخل منطقة الجزاء الرأسية وفي الجول، يضعها بارترا ويدون الرباعية، والضيوف حتى الآن يجور على أصحاب الأرض بلا رأفة ولا رحمة على أرض. تعود مباشرة هنا أمامنا الكرة العرضية والرأسية وفي الجول. أخيرا بعد طول انتظار يأتي سام فوكس ويبل ظمأ الجماهير الويلزية. ولا هم يحزنون، الركنية تنفذ القائمة الثاني. با جول، أول أهداف المباراة من كريستوف بيانتك، صغير جنوى نجم جنوى الصاعد الجديد بيانتك، من هنالك في القائمة الثانية يسجل ثاني أهدافه، أول أهدافه مع منتخب بلاده. نعم هذا هو كريستوف بيانتك. كانسيلو جي بيتزي، وصلته بيتزي، دخل بيتزي، با جول بيتزي واندري سيلفا جول، هدف التعديل عند الدقيقة 32. لعبة من أروع ما يكون، في غفلة من دفاع منتخب بولندا جاء هدف التعديل. برناردو سيلفا، كانسيلو أندري سيلفا وسيلفا تكتيكيا هائلة لباشو، رائعة تمريرة، با جول. كنت أتحدث عنك يا روبن نيفيش، كنت أتحدث عن قدراتك في الدفاع وفي التغطية، ولكنك أظهرت قدرات كبيرة في التمرير كرة من أروع ما يكون في اتجاه أندري سيلفا، وجاء كاميل غليك. برناردو سيلفا، أولالا جول برناردو يا سيلفا، يا برناردو يا سيلفا جول، وحده أخذ الكرة توغل راوغ فسدد ثم سجل جول. 3-1 صارت النتيجة. هاو عندما يكون لديك لاعبين من هذا الحجم ومن هذا الطراز. تشيتسكي وما زال كوبا، با جول كوبا، نعم من أروع ما يكون في مباراة رقم 104 يسجل هدف 21 كوبا معشوق الجماهير. تحطيم الرقم القياسي على مستوى عدد ألقاب الدوري الفرنسي، كرة خطيرة. فعل الإيسلنديون بيرودورو بيارناسون يباعث الدفاعات الفرنسية ومعهم حارس المرمى غولوريس بتسديدة هنا في الزاوية الصعبة وفي المكان الصعب لغولوريس. 1-0 لفائدة المنتخب الايسلندي، خطأ في التعطيم. الأنصار تلعب الركنية في القائمة الأول، خطيرة الثاني للإيسلنديين، الثاني للإيسلنديين. أماسون يفاجئ من جديد الدفاعات الفرنسية، ونعومي شراسة يدير أن دومبيل مبابي، كمن ترى يا مبابي، كمن ترى يا مبابي، لما يكون عندك لاعب مبابي يتقدم، مبابي يسدد. إن الله وملائكته يصلون.
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.